تونس، حيث نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الفساد. وتناول المؤتمر الخطوات التي قطعتها تونس في مجال الحرب على الفساد على مستوى التشريع والممارسات طوال السنوات التي أعقبت ثورة يناير عام 2011. قوانين عدة لمحاربة الفساد صدرت في تونس منذ الثورة قبل 8 سنوات، أهمها قانون مقاومة الإثراء غير المشروع، فضلا عن تأسيس هيئة وطنية مختصة في مكافحة الفساد. ولكن رغم هذا الحراك ورغم تعهد الحكومات المتعاقبة بملاحقة الفاسدين، فإن جزءا من الشارع التونسي يرى أن دائرة الفساد توسعت بعد الثورة، لا سيما في مؤسسات الدولة. بالرغم زاد الفم جمعيات وقوانين جديدة لمكافحة الفساد، إلا أنه معناها الفساد انتشر ومتفاقم بصفة كبيرة ياسر في جميع المجالات، في الرشوة، في التهريب، في الفساد، في جميع المجالات موجود. الفساد كثر برشا بعد الثورة، ولينا نشوفه في الفساد في الإدارات، في الوزارات، تمشي للبوسطة، تمشي للبلدية، ولينا توا عايشين كام بالفساد، ما فما حتى شيء أبار الفساد. حصيلة الحرب على ظاهرة الفساد في السنوات التي أعقبت ثورة يناير كانت موضوع المؤتمر الوطني الثالث لمحاربة الظاهرة الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أثنى جل المشاركين في المؤتمر على الخطوات المتقدمة التي قطعتها تونس في الحرب على الفساد، لا سيما على مستوى تطور التشريعات والمؤسسات المناهضة للظاهرة. أظن ما هي أهم خصوصية تونس حقيقة هي ما نسميه هذا جزر النزاهة، جزر النزاهة اللي أصبحت تعطينا فرصة لكي نرى كيف تطبق يعني استراتيجية مكافحة الفساد في ميادين تمس حياة الإنسان. شبه الإجماع على تطور المنظومة القانونية لمحاربة الفساد في تونس لم يمنع إقرار الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد بوجود قوى كبرى تسعى إلى تعطيل تنفيذ قوانين محاربة الفساد نظرا لنجاحها في اختراق مؤسسات الدولة. مقاومة التهريب خاصة ومسألة هذوما لي بارون متاع التهريب والمرتبطين بالإرهاب ناتورالمون، هذا شيء بطبيعة الحال ماكينة قوية، واليوم مهما كانت الإرادة السياسية ومهما كانت كان العمل اللي تقوم به هيئة مكافحة الفساد ولا السلطة القضائية بطبيعة الحال، هذا الكل ما زال فيه برشا عمل. اضطراب الوضع السياسي في تونس بعد الثورة نجح وفق البعض في تقوية شوكة دوائر الفساد، وهو ما انتهى بإدراج تونس أكثر من مرة في قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وغيرها من مجالات الفساد. حصيلة محاربة الفساد في تونس على مستوى التشريعات والممارسة 8 سنوات بعد الثورة، يقول مراقبون إنها تتوفر على حظوظ النجاح رغم إرباكات الوضع السياسي القائم. توفيق العياشي، الحرة، تونس. وينضم إلينا من تونس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب. مرحبا بك. ما هو أهم ما توصل إليه المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد؟ أهلا وسهلا. مرحبا. المؤتمر إن شاء الله غدا يختتم أشغاله خلال اليوم الثاني، ومن المفترض أن يصدر عديد التوصيات المتعلقة بالجهود الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد، ووضع الجزء الثاني أو المرحلة الثانية من الخطة العملية لهذه الاستراتيجية. نأمل كذلك أن تكون المؤتمر مخرجات هامة فيما يتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني، دور الطلبة والشباب، ودور كذلك المرأة، بحكم أننا نعول بصفة خاصة على هذه الشرائح وعلى منظمات المجتمع المدني للترفيع في نسق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد. والحقيقة كذلك هذا المؤتمر سيكون فرصة كذلك للتقييم، تقييم سنتين من الاستراتيجية، سنتين من الجهود الوطنية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة منذ الإمضاء على الاستراتيجية. وفي هذا المجال أعتقد أن التقرير كان الحقيقة
واضح وموضوعي إلى حد كبير، بحكم أنه أثار عديد النقاط اللي يمكن اعتبارها تقف عثرة في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، ونقصد به خاصة اللوبيات التي تغلغلت في مفاصل الدولة وحتى في مفاصل المجتمع، والتي استغلت استضعاف مؤسسات الدولة بعد الثورة، وشكل الظاهرة التي نسميها نحن في تونس اليوم ديمقراطية الفساد، بحكم أن الفساد كان مستشري وكان ظاهرة مميزة للنظام السابق. نعم. ولكن بعد الثورة تم يشبه ديمقراطيته. وفي نفس الوقت تونس تعتبر من الدول العربية القليلة التي هي بصدد تحقيق نجاحات في هذه الحرب على الفساد، ولكن بطبيعة الحال السؤال الذي يطرح نفسه والذي نحن طرحناه في هذا المؤتمر، هل أن بالإمكان أحسن مما كان؟ طيب، ما هي سبل تطبيق توصيات المؤتمر على أرض الواقع؟ هل سيسهم ذلك فعلا في الحد من هذه الظاهرة؟ نحن حقيقة نعول بصفة خاصة على الدور المجتمعي، نعول على هذا الرأي العام الوطني الذي هو بصدد التشكل، والذي يمكن اعتباره من أهم النجاحات في هذه الحرب على الفساد. التونسيون اليوم أصبحوا في غالبيتهم يناهضون الفساد، وفي غالبيتهم أصبحوا يطالبون بشكل معلن وبإلحاح كبيرين اللي يطالبون الطبقة السياسية ونخبهم وحكومتهم بضرورة مكافحة الفساد، وهذا في رأيي يعني من أهم المكاسب. في نفس الإطار هناك ما تم تسجيله من تحسين وتجويد المنظومة التشريعية. تونس يتعين التذكير بأنها من الدول العربية القليلة الآن التي لها قانون لحماية المبلغين، لها كذلك قانون صارم وهام يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير الشرعي. يعني سيد شوقي، القوانين في نظرك في تونس كفيلة بالحد من هذه الظاهرة؟ ولكن هذه القوانين هي في حاجة إلى تفعيل أكثر وفي حاجة إلى أن يتم تنفيذها، وهذا بطبيعة الحال يلاقي ممانعة، يلاقي مماطلة، يلاقي محاولات الالتفاف على هذه المنظومة القانونية الجيدة من طرف هذه اللوبيات، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تضافر كل الجهود وخاصة نعم. الجهود المجتمع المدني، جهود القضاء، جهود الحكومة، جهودنا نحن كهيئة، وجهود هيئات الرقابة وغيرها من مختلف الأطراف، حتى يتم تنفيذ ونفاذ هذه القوانين التي من شأنها أن تشكل بطبيعة الحال حاجز مهم أمام الإفلات من العقاب، ظهر الإفلات من العقاب، كذلك من شأنها أن تشكل تفكيك أداة هامة لتفكيك ما نطلق عليه نحن في تونس منظومة الفساد، لأنه نعتبر أن الفساد هو في الأخير أفعال لأشخاص، ولكن هذا هو الأهم وهذا هو الأصل في الموضوع. الفساد هي منظومة ورثناها ويتعين تفكيكها وبناء مؤسسات دولتنا، مؤسسات نعم. إدارتنا وفقا لمعايير جديدة تراعي الشفافية، تراعي نعم. المراقبة. طيب. وخاصة لا يمكن من خلالها الإفلات من العقاب، وهذا بطبيعة الحال عمل فيه الجانب الآني، فيه بطبيعة الحال الجانب زاد كذلك اللي يجب أن ننتظره على المدى القصير وحتى على المدى البعيد. ولكن عموما ما يمكن قوله أننا على الطريق الصحيحة، ما ينقصنا هو تسريع النسق، النسق الحقيقة لا يزال بطيء، ونحن في حرب ضد الفساد، وهذا طيب. يعني أننا كذلك في حرب ضد الوقت وضد طيب الساعة، سيد شوقي. الفساد كما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس كبيرة، هل تسمع في أسؤال؟ أحيان كثيرة تفوق هل تسمعني سيد شوقي؟ الدولة. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس التي تترأسونها تعيب على الحكومة عدم اتخاذها التدابير اللازمة لتفعيل قوانين محاربة الفساد. تفضل. هل يمكن إذن للحكومة محاربة الظاهرة وهي نوعا ما مقصرة أو متراخية في تطبيق القوانين؟ تفضل. هو ما نعيبه على الحكومة، على الرغم من أن في نفس الوقت يعني نثمن بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة،
خاصة فيما يتعلق بإمضائها على الاستراتيجية الوطنية لحوكم مكافحة الفساد، وفي نفس الوقت مطالبتها البرلمان عديد المرات بتسريع النظر في بعض القوانين المهمة التي كنت أذكرها منذ حين. ما نعيبه على الحكومة أولا هو مسألة تقصيرها في تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد. حقيقة الحكومة بإمكانها أن تلعب دور هام لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، جهود القضاء، جهود هيئة الرقابة التي تعمل تحت سلطة الحكومة، جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، جهود الإعلام، جهود المجتمع المدني. الحكومة تبقى بإمكانها لعب دور هام في هذا المجال. نعيب كذلك على الحكومة تقصيرها أو بطئها في إصدار بعض النصوص والأوامر التطبيقية المتعلقة بهذه القوانين. ونعيب كذلك على الحكومة أنها فيما يتعلق مسألة الاستثمار في مكافحة الفساد، النسق الحكومي حقيقة لا يزال بطيء، ونعني به بطبيعة الحال أنه القضاء أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هيئات الرقابة، دائرة المحاسبات، حتى المجتمع المدني التونسي أو الإعلام من حقه على حكومته، من حقه على دولته أن تقوم بالاستثمار في هذا الجانب عبر منح كل هذه السلطات وهذه الهيئات الإمكانيات اللوجستية، الإمكانيات المادية اللازمة. وحقيقة الحكومة وإن كان قامت ببعض الخطوات في هذا المجال إلا أنها تبقى دون المأمول، ونحن نلح ونقول دائما يا حكومة استثمري في مكافحة الفساد، لأنه مكافحة الفساد له عوائد يعني مباشرة على تحسين الاستثمار وعلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى تهدئة زادة كذلك مسار السياسي، خاصة وأنه هذا المسار تكتلفه عديد الهزات اللي كلها مرتبطة بحقيقة بغياب الحوكمة ومكافحة الفساد. بعد 8 سنوات تقريبا من إسقاط نظام بن علي، هل تعتقدون بأن ظاهرة الفساد في تونس تقلصت أم العكس؟ ما هو تقييمك؟ أنا تقييمي بين بين حقيقة. أنا أعتقد أنه بعد سقوط نظام بن علي الذي هو كان حقيقة نظام فاسد، ومن أحد أسباب ثورة التونسيين على نظام بن علي هو المسألة المتعلقة باستشراء الفساد في خلال فترته. أنا أعتقد أنه تم بعد الثورة ديمقراطية الفساد وليس استشراء الفساد. الفساد كان مقصور على بعض العائلات النافذة والتي كانت تتحوز على يعني جزء الأهم من الثروة التونسية، خاصة ثروة الدولة التونسية. بعد الثورة تم ديمقراطية هذا الفساد، وأصبحنا نعاني من عدد ومن لوبيات متنوعة ومتنفذة، ولكن بالنسبة للمنسوب لا أعتقد أنه ارتفع كما يقال. الإشكال هو متعلق بالانطباع، انطباع التونسيين أن الفساد استشرى بعد الثورة، وأنا أقول أن الفساد تمت ديمقراطيته، وهناك بطبيعة الحال فرق في التوصيف. وصلت الفكرة. أشكرك سيد شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كنت معنا.